بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني ويشرفني باسمي وباسم لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في المنطقة الشرقية ولجنة الجبيل خاصة أن أرحب بكم جميعا. حياكم الله جميعا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا جميعا بحضوركم مهندسين ومهندسات. كما يسرني أن أرحب بأخي محاضر اليوم الصديق العزيز المهندس يزن عارف. شكرا لك مهندس يزن على جهودك وعلى تطوعك، جعلها الله في ميزان حسناتك إن شاء الله. المهندس يزن هو مهندس محترف، لديه شهادة اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين بمهندس محترف، برتبة مهندس محترف. هو مهندس أنظمة رقمية من جامعة البلقاء والتطبيقية، خريج عام 2004، خبرة ما يقارب 15 عاما في مجال العمل، مهندس مختص في مولدات الديزل، ولديه عدة شهادات أخرى لن أطيل عليكم حتى تكون الفائدة. اليوم اخترنا لكم هذه المحاضرة المفيدة والممتعة، يعني نعتبرها كسناك بين محاضراتنا السابقة اللي قدمناها، اللي كانت دسمة، اللي مثل الطاقة الشمسية وسوليد ووركس وغيرها. إن شاء الله أن هذه المحاضرة يعني ستكون ممتعة ومفيدة جدا، لأنها مطلوبة أيضا في سوق العمل حاليا، وفي وتطلب ويسأل عنها المهندس في عدة مقابلات، وهي مفيدة جدا في البزنس حاليا. أترككم مع المهندس يزن حتى لا أطيل عليكم. بالنسبة للأسئلة شباب، من أراد أن يكتب بالـ Q&A فليكتب، بس في آخر المحاضرة تستطيع أن تعمل raise hand، ترفع يدك وأفتح لك المايك، يعني بس ينتهي المهندس يزن إن شاء الله. خلال المحاضرة شباب سأرسل فورم الشهادات، سأرسله على الشات تبع الزوم هنا. أرجو منكم أن تعبوه، لأنه هذا الفورم المعتمد لعمل الشهادات الإلكترونية التي ستصلكم إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين. تفضل مهندس يزن، بارك الله فيكم جميعا. الله يعطيك العافية أخوي أبو ليف، وجزاك الله ألف خير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا في الجميع. طبعا إحنا كان هدفنا من محاضرة السلاك بالذات يعني تكون محاضرة كومون لجميع المهندسين، يعني برنامج السلاك مش حكر بس على المهندسين، وبرنامج مفيد لأي مؤسسة، سواء كانت شركة، سواء كانت مستشفى، سواء كانت مثلا مدرسة، فهو برنامج للجميع، يعني مش حكر على المهندسين، لكن هو مفيد جدا للمهندسين بشكل خاص بسبب المميزات اللي فيه وبسبب الفيتشرز مش موجودة بأي برنامج ثاني. أول شيء أنا بدي أعطي بس لمحة تاريخية عن برنامج سلاك. السلاك هو خدمة سحابية طبعا كلاود، تأسست سنة 2013 من شركة ستيوارت باترفيلد، وكان هذا البرنامج يستخدم بس حكر على الشركة هاي، يعني كانت الشركة مستخدمة هذا البرنامج بشكل خاص فيها، عساس أنها تتلافى مواضيع التهكير ومواضيع المشاكل اللي بتصير في الإيميلات ومواقع التواصل الاجتماعي والأمور هاي. في عام 2015 بدأت الشركة تدمج السلاك مع بعض الألعاب اللي بتنتجها، يعني كان السلاك معتمد عليه ببعض الفيديو جيمز في عمليات الشات بالذات خلال اللعب، أو تبادل الملفات أو الصور من خلال ألعاب الفيديو. أضافت الشركة بعد هيك بروتوكولات الاتصال اللي هي الـ IRC والـ XMPP عساس أنها تقوم عمليات الاتصال وتبادل الملفات خلال الألعاب مثلاً، أو خلال اللي هو إرسال الصور أو أي ملف بدك إياه. لكن في عام 2018 تم نقل السلاك لمستوى آخر، أصبح السلاك برنامج مختلف تماماً، وأصبح برنامج شهير جداً بالذات في أمريكا والشركات الأمريكية، يعني يعتمد عليه شبه كلياً الآن في عمليات استغنوا، خلينا نقول بشكل خاص يعني عن الإيميل، استغنوا عن الواتساب فيما يلزم عمليات تبادل الملفات أو تبادل المعلومات أو في التواصل بين مجموعات العمل. طبعاً هو برنامج تعاوني زي أي برنامج تعاوني، شبيه بالواتساب، شبيه بالإيمو، شبيه بالإيميل، شبيه بالفيسبوك، لكن ميزة سلاك إنه برنامج بيدمج الأمور هاي كلها معا، يعني السلاك عبارة عن برنامج شامل لجميع البرامج اللي ذكرتها. زي ما تكلمنا السلاك هو عبارة عن بلاتفورم،
ممكن انت تعمل له انتجريشن مع السكايب، مع الايميل، مع الجوجل درايف، مع اي برنامج بدك اياه، بالتالي انت بتتخلص من جميع نقاط الضعف الموجوده في هاي البرامج وبتستغلها احسن استغلال. طبعا احنا حنيجي على المميزات الان بالتفصيل. مميزات برنامج السلاك، خلينا نتكلم في البدايه. انت لما يكون عندك برنامج بيشتغل على جميع انظمه التشغيل اللي بدك اياها، مثلا برنامج بيشتغل على الويندوز، بيشتغل على الاندرويد، بيشتغل على الماك، بيشتغل على لينكس، فهاي ميزه مش موجوده باي برنامج اخر. بامكانك تسطب برنامج السلاك على اللابتوب، على التابلت، على الايفون، على السامسونج، على اي برنامج بدك اياه، او على اي بلاتفورم بدك اياها، فهاي برضو ميزه مش موجوده باي برنامج اخر. برضو كما ذكرنا سابقا انه السلاك بيعمل انتجريشن مع مجموعه برامج اخرى وبرامج مهمه جدا، وحسب ما قرات انه السلاك ممكن يعطيك الخدمه هاي لحد 600 ابلكيشن. يعني تخيل انت عندك 600 ابلكيشن مدموجه في ابلكيشن واحد، شوف انت الامكانيات الهائله اللي راح يوفر لك اياها سلاك. السلاك بيعطيك ميزه التواصل مع التيمز اللي عندك في العمل من خلال برايفت او بابليك شانلز. يعني انا عندي مثلا في الشركه ناس في اي بي بيكون لهم بابليك شانل، عفوا برايفت شانل، وعندي ناس مثلا اقل درجه فبكون لهم برايفت شانل. فبالتالي في عندك برضو كمان ميزة أكثر من البرامج الأخرى أو من الإيميل، إنه أنت بتميز الناس اللي عندك في الشركة. يعني هاي برضو من الخدمات اللي مش موجودة بأي برنامج آخر. ثاني شيء يعني برنامج خلنا نقول بشكل عام قوي جدا من ناحية التشفير، من ناحية السيكوريتي، صعب جدا اختراقه. تقريبا هو البرنامج الوحيد اللي فيه نظام الذكاء الاصطناعي، نظام اللي هو البوتس خلنا نقول. برنامج بيدعم كل أنظمة الذكاء الاصطناعي، برنامج قابل انك انت تعمل عليه تطوير، برنامج ممكن تضيف عليه اي شيء بخطر في بالك تبرمجه على هذا البرنامج. يعني بيعطيك مساحه حره جدا انك انت تتصرف بالشكل اللي بناسب عملك، بناسب طريقه شغلك. فبرنامج يعني فيه مساحه شاسعه للجميع انه يقدر يتحكم بالشغل اللي بده اياه، بيقدر مثلا يعمل اي شيء بخطر في باله. برنامج جميل جدا وفيه مساحات واسعه جدا من التطوير ومساحات واسعه جدا من التواصل، ويعطيك مساحة لا متناهية كمان من تبادل الملفات. يعني أنت مثلا في الإيميل محكور مثلا بمساحة معينة أو بسايز معين للفايل، في السلاك أنت عندك هاي الموضوع مفتوح. ثاني شيء أنت بتوفر عندك مساحة تخزينية على السيرفر، يعني مثلا السلاك خدمة سحابية، فبإمكانك أنت تحط أي ملفات بدك إياها مهما كان حجمها بشكل سهل جدا، وما في داعي أنك أنت تستهلك السيرفر أو مساحة التخزين على السيرفر أو على كمبيوترك. يعني برنامج كمان سهل جدا للاستخدام واي شخص ممكن يستخدمه، ما بيحتاج يعني كثير من المهارات. البرنامج قوي جدا من ناحيه الكوماندز، يعني ممكن انت تعمل عليه اي كوماند بدك اياها وتربطه باي برنامج اخر، حتى لدرجه انه البرنامج هذا بعطيك قدره انك تتحكم بالهاردويرز، وهي جايينها ان شاء الله في نهايه المحاضره باذن الله. برنامج برضه ممكن انت تعمل فيه اكثر من ورك سبيس. طبعا المقصود في الورك سبيس يا اخوان انه كيف انا مثلا عندي شركه الف با جيم، انا اونر مثلا عندي 4 أو 5 شركات، فكل شركه تعتبر لوحديها ورك سبيس. انا بامكاني اكون ادمن على كل الورك سبيسز هذول. مثلا انا هناك محكور في ايميل معين او في دومين معين، انا هون في السلاك لا، انا بامكاني اكون مثلا ادمنستريتر على اكثر من شركه في نفس الوقت، وهي برضو من الميزات الممتازه جدا الموجوده في السلاك. طبعا نيجي الان لموضوع الاماكن اللي بغطيها السلاك او طريقه تغطيه السلاك في العالم كله. السلاك يا أخوان غير محدد بمنطقة جغرافية، السلاك منتشر في جميع دول العالم، موجود في جميع الابليكيشن، موجود على جميع الأجهزة. فبالتالي يعني برنامج متاح للجميع، سواء كان تلفونك آيفون، سواء كان تلفونك سامسونج، سواء أنت بتستخدم ديسكتوب، سواء أنت بتستخدم مثلا خلنا نقول لابتوب، بتاخذه معك على أي مكان بيكون البرنامج في إيدك. يعني وبيعطيك مساحة حرة عشان تطور أنت مثلا موضوع السيلز، موضوع الماركتينج، فكل هاي الأمور مدموجة مع بعض في السلاك، فهذا شيء ممتاز جدا. طبعا أنا هون حطيت لكم بعض البرامج اللي هي ممكن أنت تستغلها على السلاك. دقيقة علم معي أيوة، مجموعة كبيرة جدا من البرامج اللي ممكن أنت تدمجها مع السلاك وتستخدمها كبرنامج واحد. يعني أنت شوف قديش وفرت مساحة على جهازك لما تعمل أنت انتجريشن مع أكثر من برنامج في نفس الوقت. تخيل أنت عندك التويتر، الجوجل درايف، التريلو مثلا، البريمافيرا، برامج لا متناهي لحد 600 ابلكيشن كانها على برنامج واحد. فتخيل انت الاستفاده اللي راح تستفيدها من السلاك بالحاله هاي.
طبعا هون في رسم توضيحي للبرامج وكيف علاقتها بالإسلاك. كمان في ميزة، يعني خلينا نقول ميزة رائعة جدا في الإسلاك، إنه حتى البرامج اللي أنت ممكن ما تتواصل مباشرة مع الإسلاك ممكن تتواصل معها بشكل غير مباشر. يعني في برامج مثلا مش موجودة في الإسلاك أو مش معمول عليها تعريف على الإسلاك، برضو أنت ممكن تحط برنامج آخر كإنترفيس أو يكون مثلا وسيط بينك وبين الإسلاك، وبرضو يكون بينك وبينه علاقة. فهذا شيء طيب جدا. يعني الإسلاك بشكل عام أنا من وجهة نظري إنه ممكن يتواصل مع أي أبليكيشن في العالم، فهذا شيء طبعا هاي ميزة يعني بصراحة ممتازة جدا لأي صاحب عمل أو لأي شركة إنها تستخدم برنامج بالطريقة هاي. زي ما ذكرنا سابقا الإسلاك مش محصور أو محكور في أي نوع من أنواع الأجهزة، متاح بشكل عام لأي جهاز بدك إياه، فهاي برضو كمان يعني ميزة رائعة جدا في الإسلاك. البيزنس مودلز للإسلاك يا أخوان، في كذا ستاندر من الإسلاك، في منه الفري وفي منه الستاندر العادي بميزات محدودة جدا، وفي منه البلس وفي منه الانتربرايز. طبعا هذا بيعتمد على حسب حجم المؤسسة اللي أنت بتديرها أو أنواع الملفات اللي بتتناقلها بينك وبين موظفينك أو بينك وبين إداراتك. فخلنا نقول مثلا شركة مثلا فيها 4-5 موظفين، ما أتوقع أنهم بيحتاجوا أكثر من الفري فيرجن. شركة مثلا فيها 50-60 موظف بدها فيتشرز أعلى شوي، بتحط الستاندر. البلس طبعا للشركات المتوسطة الحجم أو الكبيرة، وطبعا الانتربرايز للشركات الانترناشونال زي الاي بي بي مثلا زي جي اي، فبتطلب شغلهم أشياء أكثر وتبادل ملفات أكبر وعدد موظفين أعلى. طبعا كل ما زاد الموديل تبعك او ارتفع الموديل تبعك زاد عدد اليوزرز وزادت الفيتشرز اللي انت راح تلاقيها في السلاك. طبعا انا هون حطيت بالتفصيل ايش الفيتشرز الموجوده. يعني انت تخيل في الانتربرايز عندك تقريبا 500 الف يوزر مقابل $32 بالشهر يا اخوان، انت متخيل؟ طب انت اذا عندك دومين شركه كم حتدفع؟ يعني بصراحة الإسلاك موفر بشكل مهول للشركات، وأنا أستغرب الآن إنه كيف لحد الآن الشركات ما استخدمته. وما يثبت الكلام اللي بحكيه، أنا وجدت في أحد الأبحاث إنه الإسلاك يعني تفوق على جميع البرامج المشابهة من عام 2015، وما زال الرقم هذا في تصاعد يا أخوان. يعني الإسلاك سبحان الله الآن في سنة 2015 تجاوز جميع البرامج المشابهة. والإسلاك كمان زي ما قلنا سابقاً أنه الإسلاك بيحتوي فيتشرز ومميزات أعلى من أي برنامج آخر في العالم، وهي عن ثقة، أنا بقولها عن تجربة يا أخوان. أنا جربت البرنامج لمدة شهرين، صراحة اللي لقيته في الإسلاك أنا ما شفته بأي برنامج ثاني. طبعاً إحنا بنتكلم الآن عن الرولز الموجودة في الإسلاك. يعني أنت كمثلاً كمستخدم الإسلاك إيش الرولز اللي بتكون موجودة عندك؟ الأونر والادمن تقريبا من وجهة نظري انا حسب ما شفت انه الاونر والادمن تقريبا واحد، لكن ممكن انا كاونر للاسلاك اني اعرف ادمن اخر، لكن بشكل عام كل اونر للاسلاك هو ادمن، لكن مش شرط انه الادمن يكون اونر. طبعا جميع الصلاحيات في البرنامج وجميع السكيورتي سيستمز والادمنستريتيف سيتنج كلها من خلال الاونر، والاونر هو اللي بيعرف الادمنستريتر او الادمن. ممكن للأونر نحط أكثر من أدمن. مثلاً أنا عندي شركة فيها قسم HR وفيها قسم مثلاً محاسبة وقسم للتسعير البيدنج وقسم مثلاً خلنا نقول للعلاقات العامة، بحط لكل واحد أدمن، وممكن أحط أدمن عليهم كلهم، لكن أنا الأونر الوحيد اللي بقدر أشيل أو أضيف أدمن. بيجي عندك بعدين اللي هو الممبر اللي هو العضو أو اللي هو الشخص أو اليوزر العادي. اليوزر بيكون عنده ستاندر اكسس، يعني بيقدر يدخل على المجموعات سواء كانت مثلا بابليك شانل او برايفت شانل، يرسل او يستلم ملفات. بيجي عندنا الاستكتد اكاونت اللي هو مثلا هذا المقيد، يعني انا مثلا عندي مهندسين وعندي فنيين، انا بعطي صلاحيه للمهندس انه يرسل الملفات اللي بده اياها مثلا، لكن بالنسبه للفني هو بس يستقبل الملفات ما يرسل اي ملفات، فهو بالتالي حيستقبل بس ما حيقدر يرسل، فبالتالي هو صار ريستريكتد مقيد بشيء معين. السلاك يا اخوان اعطى ميزه غريبه جدا صراحه، وصراحه انا استغربت منها، يعني انه في شيء اسمه الجست. يعني تخيل يكون عندك انت فيتشر في السلاك انك تحط واحد جست. على سبيل المثال انا عندي مثلا مشروع معين في منطقه معينه وجبت استشاري او جبت مدير مشروع لمده 3 شهور، انا الجست هذا طبعا
بعطيه صلاحيه لمده 3 شهور في احد المجموعات مثلا او في احد الببليك او البرايفت شانلز انه يدخل بعد 3 شهور من تاريخ دخوله بينتهي وبيطلع اوتوماتيكلي من السلاك. فهذا الكلام مش موجود في الايميل طبعا، لو كان في مثلا مراسلات في الايميل ما في الكلام هذا، لكن في السلاك موجود، انت ممكن تعرف اي يوزر كجست، بالتالي خلاص بيكون له صلاحيات محدده ومعروف انه هذا جست، لو صار اي مشكله من جهته السلاك اوتوماتيكلي بيطلعه من السيستم. فهاي برضو ميزه ممتازه جدا في السلاك يا اخوان. طبعا احنا بعدين سوينا زي ما تقولوا بحثنا عن او شفنا ايش فوائد السلاك للشركات. طبعا الكلام اللي انا حاطه هذا كلام موثق يعني، وابحاث تم دراستها من شركات كبيره، لقيوا انه الانتاجيه زادت بنسبه 32% بعد ما بداوا باستخدام تطبيق السلاك. يعني سبحان الله، يعني عندما تكون عندك نسبة الإنتاجية بتزيد 32% فهذا شيء ممتاز جدا، خاصة إنه أنت وفرت وقت وفرت فلوس. يعني أنت تخيل أنت الدومين تبع الإيميل كم بتدفع عليه بالشهر، فتخيل أنت لما يكون عندك هذا الشيء فري، أو يكون عندك مكالمات صوتية، يكون عندك تبادل ملفات، يكون عندك مساحة تخزينية هائلة، أنت استغنيت عن السيرفر بالحالة هاي، تخيل عندك برنامج بعطيك خدمات الإيمو، خدمات الفيسبوك، خدمات الواتساب كلها في برنامج واحد يا إخوان. فتخيل التوفير اللي انت وفرته، تخيل كمان انه انت بتستخدم برنامج ممتع، يعني برنامج كان يستعمل للفيديو جيمز بتستخدمه انت في شغلك، فانت حققت جميع المطلوب منك، حققت المتعه، حققت الشغل، حققت التوفير في برنامج واحد، كل هاي المميزات موجوده في برنامج واحد فقط. وهاي الدراسات يا اخوان موثقه وموجوده على موقع سلاك نفسه، يعني اللي بحب يزور موقع سلاك انا في نهايه المحاضره حاطه، بيقدر يدخل ويتاكد من هاي المعلومه. بيقول لك كمان انه السلاك تقريبا وفر بنسبه 48% او تقريبا 49% من الافرج تبع تراسل الايميلات، يعني انت وفرت كمان مساحه على السيرفر تبعك بنسبه 48%، هذا للشركات اللي بعدها بتستخدم الايميل تقريبا النص. فتخيل انت يعني يكون عندك مساحه للنص، نزلت مساحه السيرفر للنص. والسلاك طبعا قلل نسبه الميتينجز بين الادارات وبين المدراء وبين الاقسام بنسبه الربع 25%. طبعا هاي الدراسات كانت في 2015 يا اخوان، يعني قبل الزوم وقبل البرامج الثانيه. فتخيل انت يعني برنامج الان شو وضعه، خاصه انه هذا البرنامج حتى الابلكيشنز مثلا خلينا نقول اللي هي زي الزوم وزي المايكروسوفت تيم ممكن تستخدمها من خلاله. الآن رجعت الشركة اللي سوت الدراسة على السلاك، أخذت آراء 1168 شخص، وجدوا أنه 80% تقريباً أو 81% من الأشخاص اللي تم سؤالهم على السلاك كانوا في حالة رضا تام، وتقريباً 7.4% كانوا يعني محايدين، و 12% فقط اللي حكوا أنه غير مفيد. فطبعا نسبة 80% أنا بعتبرها نسبة اكتساح. يعني هاي عندنا هون يا أخوان نسبة الزيادة في مستخدمين السلاك من عام 2013 إلى الآن، تقريبا هو الدراسة معمولة 2015، يعني بيقول لك إنه تقريبا كل أسبوع بيزيد عدد المستخدمين من 3 إلى 5%. يعني أنت أسبوعيا بيدخل عليك 3 إلى 5% مستخدمين جدد للسلاك. وانا بستغرب الصراحه انه احنا كيف ما كنا عارفين عنه، يعني موضوع الاسلاك هذا كيف احنا مؤخرا درينا عنه، كيف ما كنا عارفين عنه انا ما بعرف. وبصراحه انا نزلته انا والاخوان في لجنه الجبيل واستخدمناه، برنامج ممتع بشكل لا يصدق. ثاني شيء مكالماته كانها مكالمات عاديه، غير هيك بيدعم موضوع الفيديو، بيدعم موضوع التراسل بالملفات، بيدعم موضوع التخزين، فانت كل شيء بدك اياه موجود في برنامج واحد. طبعا هذا الحكي مش غريب انه يزيد عدد المستخدمين بهذا الشكل، هذا طبيعي جدا انك تلاقي كل هاي المميزات في برنامج واحد وعدد المستخدمين عماله بيزيد 5% في الاسبوع. انا حطيت هون بعض الحقائق عن السلاك، وطبعا زي ما حكينا هاي الدراسات كلها مبنيه على الدراسه اللي صارت سنه 2015 يا اخوان، يعني هاي الارقام موجوده من سنه 2015. طبعا 750 ألف شخص بيستخدموا السلاك يوميا، يعني بشكل يومي حوالي عندك 60 ألف تيم بشكل يومي بيستخدموا السلاك، اللي بيدفعوا فلوس تقريبا اللي هم حوالي 135 ألف شخص، يعني باقي الأشخاص حوالي 500 ألف شخص بيستخدموا النسخة الفري من السلاك.
فيعني هاي برضو شيء ممتاز جدا. عندك برضو انت كمان حوالي 300 مليون مسج كل شهر خلال من خلال برنامج الاسلاك. طبعا ما حد حس انه في مثلا لا سمح الله هانج اب ولا في مشكلة ابدا، الموضوع ماشي زي الحلاوة مع الاسلاك، ما عمري سمعت حد اشتكى منه يا اخوان ابدا. فاللي بيحب يشوف الدراسات هاي انا حاطط الموقع، وحاطط الموقع اللي صارت منه الدراسات هاي والجدوى الاقتصادية للشركات من استخدام السلاك يا اخوان. هاي الموقع موجود ان شاء الله، احنا بس نشير معاكم السلايدات اليوم، حتلاقوا الدراسات هاي كلها موجودة بشكل مفصل اللي بحب يستفيد منها يا اخوان. بالنسبة لموضوع الجست اكسس، انا هذا الموضوع طبعا صراحة يعني شدني بشكل كبير جدا. انا بصراحة يعني اول مرة بتمر علي موضوع الجست هذا في برنامج اجتماعي، فحبيت ان احطه يعني في سلايد لحاله. زي ما انتم شايفين يا اخوان، انت ممكن تجيب اي شخص من 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 مثلا من بلد من برا بفيزة زيارة، او مثلا يمشي المشروع ويمشي وخلص، يعني بعد هيك تنقطع علاقته في الشركة. فانت لو بدك تضيفه على الدومين تبع الشركه في الايميل او على جروب واتساب او عكذا، يعني ترجع تشيله بعدين او يظل موجود، لا. السلاك بيعطيك انه بيعطيه ليميتد اكسس، يعني خلال فتره زمنيه معينه، فتره تواجده في المشروع بيكون اما انه هذا على سنجل شانل، يعني مثلا انا جايب مدير اتش ار لمده معينه، بيكون سنجل شانل بس على الاتش ار، بيشوف جماعه الاتش ار فقط لا غير. اي مراسلات بتصير على جروب الاتش ار او على الشانل تبعت الاتش ار بيكون هو انفولف فيها. او مالتي شانل، مثلا انا جايب بروجكت مانجر، البروجكت مانجر حيكون انفولف في كل المشاريع، حيكون انفولف في الاتش ار، انفولف في التندرينج، فهذا الجست حيكون عنده اكسس على كل الشانلز هاي ويشوفها لمده مؤقته، بعد هيك السلاك اوتوماتيكلي بيطلعه برا، او انه بيحذف اسمه من الدومين تبع الشركه، خلينا نقول او الورك سبيس. فهاي ميزه ممتازه جدا طبعا، خاصه انه انت هيك بتتلافى موضوع النسيان، او انه الشخص نسيناه على على الجروب تبع الواتساب او نسيناه على الايميل، لا هون ما في نسيان، هون كل شيء بيصير اوتوماتيك. طبعا انا هون حطيت الاكشنز في السلاك يا اخوان، الاشياء اللي بتصير على السلاك، مثلا اي اكشن انت بتعمله على السلاك. طبعا هنا ممكن نحكي عنها اذا بتحبوا باستفاضه شوي، يعني مثلا اذا انا بدي اكتب مثلا رساله على الببليك شانل، كل الممبرز اللي في الشانل بيشوفوها. إذا أنا بدي أكتبها على البرايفت، ناس معينين بس اللي مخصصهم برايفت هم اللي راح يشوفوها. إذا بدي أحط مثلا جنب الرسالة رمز دي أم، فهو هذا الشخص دايركت مسج، طبعا هي بتكون دايركت مسج، فهي بيشوفها الشخص الموجه له بعينه مثلا. إذا أنا بدي أحط مثلا يوزر جروب، الممبر اللي على هذا الجروب هو الوحيد اللي بيشوفها مثلا. وأضفت شغلات اللي هي مثلا إذا بتحط علامة أت، إيش الأكشن اللي بصير. طبعا هاي احنا حنشير السلايدات معاكم يا اخوان، احنا هنا مش محاضره تكنيكال، هي هذا الكلام بيور تكنيكال يعني، لكن ممكن الاخوان تاخذوها وتجربوها. هاي انا حطيت الجدول المتعمد، اللي بحب يدخل في هذا الموضوع هاي كل شيء موجود بيقدر يجرب. طبعا انا بفضل يا اخوان بعد المحاضره ان شاء الله ان ننزل جميعا برنامج السلاك ونحاول نتواصل مع بعض من خلاله، ونعمل اسم وهمي مثلا اللي هو مثلا سلاك فانز او شغله زي هيك، وننزل البرنامج ونشوف الفيتشرز اللي فيه. طبعا احنا حننزل النسخه الفري، واظن انها مثلا لشغل 32 او 33 شخص حتكون كافي جدا، وان شاء الله اذا شفنا الموضوع ماشي تمام ممكن احنا نعطي محاضره ادفانس نشرح السلاك بالتفصيل ويكون تطبيق عملي يا اخوان. طبعا هون حطينا باختصار مهندس يزن، بس دقيقه شباب والاخوات، بس حطيت فورم الشهادات في الشات، فورم الشهادات بس ادخلوا عليه وعبوه باي وقت. الله يعطيك العافيه، كم الله يبارك فيك. طبعا انا هون يا اخوان حطيت بشكل عام ايش الاشياء اللي ممكن نحتاجها عشان نعمل بروفايل السلاك. البروفايل تبع السلاك بيحتاج انك تحط الاسم، اسمك الحقيقي طبعا، الديسيبلين نيم، ايش الاسم اللي حاب يطلع مثلا، البوزيشن مثلا ايش بوزيشنك في الشركه انت، او اي بوزيشن يعني ممكن تحط اي شيء بدك اياه انت. البيرسونال كونتاكت يا اخوان هاي مهمه جدا، نعرف ايش المميزات اللي فيها، انه انا ممكن احط رقم التلفون تبعي، احط الايميل، انا ممكن بدي مثلا يصلك مني كايميل، بيصلك ايميل فعليا، بيصلك ايميل على ايميلك من السلاك نفسه. فهاي ميزه ممتازه جدا في السلاك، يعني السلاك معطيك مساحه شاسعه انك تتصرف على كيفك. طبعا التايم زوم يا اخوان معروف انه المعدل الزمني او الوقت تبعك في المنطقه اللي انت موجود فيها، بتحب تحط صورتك مثلا موجود، الستيتس مثلا ايش الوضع تبعك انت مثلا، خلينا نقول اكتيف باسيف اللي بدك اياه،
والافيلابيلتي انت افيلابل متى او مش افيلابل حسب ما بدك. يعني ممكن انا احط اني انا افيلابل مثلا من الساعه 8 الصبح للساعه 4 العصر وقت الدوام، بعد الساعه 4 العصر انا مات افيلابل، برضو السلاك بحط لك اياها زي ما بدك. طبعا النوتيفيكيشنز هاي والاشياء هاي موجوده في نهايه المحاضره، انا حاططها يا اخوان في السلايدات، اللي بيحب يدخل ويتعمق فيها برضو موجوده كمان. الان بدي احط لكم الابلكيشن انترفيس او واجهه البرنامج الرئيسيه يا اخوان. بس تعمل انت بروفايل او تعمل مثلا اكاونت على السلاك، هاي الامور اللي بتطلع لك. طبعا هاي التشانلز اللي تكلمنا عنها، القنوات او قنوات التواصل في السلاك موجوده هون بالشكل هذا، بتكون جنبها هاشتاج يا اخوان. طبعا اللي فوق اللي هي مثلا اللي عليها العلامه الخضراء هاي الورك سبيس، هاي مثلا ممكن تسميها باسم اي شركه بدك اياها، مثلا شركه، خلينا نقول شركه حديد، شركه اللي بدك اياها، اي شركه بدك اياها، شركه معدات، اي اسم بخطر على بالك. التشانلز اللي فيها هي عباره عن مثلا قسم شؤون الموظفين، هاي تشانل، قسم مثلا المناقصات، هذا تشانل لحاله. تحتها بيجي مثلا البرايفت شانلز، انه هاي ناس معينين، مثلا الاتش ار، السينيور اللي في الاتش ار هذول بكونوا برايفت. الاتش ار بتكون هاي بابليك، يعني جميع الناس اللي في الاتش ار لو بدي احط رساله عليها او بدي احط مثلا سيركل الجميع بيشوفوا. لكن انا بدي لا شغله مثلا اللي هم المانجرز او اللي هم السينيورز، هاي بتروح على حاجه اسمها يا اخوان البرايفت. البابليك الجميع بيشوفوا، اما البرايفت فهو بيكون مخصص لناس معينين. طبعا الادمنستريتر هو اللي راح يحدد مين البابليك ومين البرايفت. طبعا بشكل عام هذا بيجي شكل التشانل زي ما انتم شايفين عليها السهم الاحمر. والقنوات اللي هي البابليك والبرايفت، انا خلينا اشوف موجوده هون، يبدونها هون دقيقه ابو ليث. هاي الدايركت مسج منيو وهاي الانديفيديوال تيم ممبر. طبعا هذول بيكونوا هاي الدايركت مسج منيو، هذول الجماعه اللي بيكونوا تقريبا اللي هم البابليك، والناس اللي تحتيها هاي اللي بتكون باللون الاخضر لحالهم هذول بيكونوا البابليك، عفوا البرايفت العنوان الرئيسي هو الببليك واللي تحتيهما بيكونوا البرايفت. فطبعا انا اذا بحط رساله على الدايركت مسج منيو تصل للجميع، جميع من في الجروب او جميع من في الجروب هذا او التشانل. اذا بدي احطها تحت لناس معينين بعينهم هذول بيكونوا الببليك يا اخوان. طبعا هذا الكلام مش متوفر ببرامج الشات الثانيه، خلينا نقول الواتساب مثلا، الواتساب ما في ببليك وبرايفت نهائيا، انت اذا بتحط رساله على جروب الجميع بيشوفها. طبعا وفي شغله مهمه يا اخوان انا نسيت اذكرها في مميزات السلاك، انا مثلا عندي جروب من سنتين على سبيل المثال وبدي اضيف شخص جديد على الجروب هذا، انا ممكن اعطي هذا الشخص صلاحيه انه يشوف الرسائل الماضيه كلها لتاريخ سنتين، واذا ما بدي ما بخليه يشوفها. يعني انا مثلا الان ضفت شخص على جروب واتساب امبارح على سبيل المثال، فهذا الشخص حيشوف الرسائل من تاريخ اضافته فقط لا غير. لكن على السلاك لا، انا ممكن هذا الشخص موظف جديد فبدي يتابع تاريخ الشركه بالكامل او تاريخ المشروع بالكامل، فانا بعطيه صلاحيه انه يشوف كل الاولد مسجز الموجوده او الرسائل اللي انحذفت او اللي من سنتين موجوده على هذا الجروب، فبالتالي هذا الشخص راح يشوف كل الرسائل من تاريخ تاسيس الجروب، فهي ميزه مش موجوده ببرامج اخرى يا اخوان. طبعا هون انا نفس الكلام اللي ذكرته اول، الفرق بين الببليك شانل والبرايفت شانل. انا هاي الامور يا اخوان بفضل انه كلكم تنزلوا السلاك وتجربوها عن تجربه، يعني هاي اذا انت ما مارستها بتكون ممكن تنسى الكلام اللي حكيناه او شغله زي هيك. لا انا بفضل انك انت تنزل السلاك عندك وتشوف التشانلز هاي وتحاول تستخدمها، وكل واحد ممكن مع اصحابه مع اخوانه نزل البرنامج يكون هو ادمنستريتر ويعمل بابليك شانل ويعمل برايفت شانل مثلا، وشوف ايش المميزات في كل واحده. طبعا المميزات لا مجال لحصرها هون في ساعه يا اخوان، يعني انا اتوقع انه ممكن بدنا 4 أو 5 ساعات عشان بس نذكر المميزات الموجوده في السلاك. طبعا هاي مثلا احد الامثله على التشانلز الموجوده في السلاك، مثلا تشانلز في المواضيع، يعني مثلا انا بدي تشانل مخصصه لمواضيع معينه، مثلا خلينا نقول مثل الصحف، مثلا صحيفه القبس، صحيفه اليوم، صحيفه الدستور، هاي من خلال موضوع او من خلال اسم، فهاي بتكون تشانل معينه. مثلا بدي بروجكت تشانل، مثلا انا عندي مشاريع مثلا خلينا نقول مشاريع الحفر، مشاريع البناء، مشاريع الكهرباء، مشاريع كذا، هاي بيكون ها شانل لحالها. بدي مثلا شانل مخصصة لللوكيشنز أو المواقع، أنا مثلا مشاريع السعودية، مشاريع قطر، مشاريع الإمارات، مشاريع الأردن، هاي كل واحد بتكون برضو في شانل لحالها. طبعا بيجي عندك حاجة أدفانس الآن اللي هي الانتجريشن بيس شانل، أنا بدي أعمل شانل بس للناس اللي بدي إياها تخش على برنامج الزوم، بعملهم شانل لحالهم. بدي مثلا أنا ناس تخش على برنامج خلينا نحكي تريلو مثلا
او بريمافيرا او على الجوجل درايف، بعملهم شانل لحالهم. طبعا ما في تداخل بين الشانلز الا اذا انا بدي اعمل تداخل بصير، لكن انا اذا بدي كل شانل تشتغل لحالها بقدر، وبقدر ادمجهم مع بعض كمان. طبعا التيم شانلز احنا تكلمنا عنها بشكل مفصل جدا، يعني هي مثلا قسم الاتش ار، قسم المناقصات، كل تيم له شانل لحاله. مثلا انا ممكن حتى افصل الشانلز، اعمل اتش ار اكثر من تيم، اللي هو مثلا قسم الاتش ار المختص بالتوظيف، قسم الاتش ار المختص بالرواتب، ممكن اعمل شانل داخل الشانل يا اخوان. فهاي برضو ميزه رائعه جدا في السلاك. الان ابدا اتكلم عن شغله في السلاك يا اخوان، وهو نظام الذكاء الاصطناعي. يعني نظام الذكاء الاصطناعي هاي اهم ميزه في السلاك، هاي بسموها البوتس يا اخوان. انا بالبوتس بامكاني اعمل زي برنامج او برنامج ذكاء اصطناعي انه ينفذ الكوماند تبعتي. يعني مثلا انا بدي برنامج يحسب لي درجه حراره الجو، فبعمل بوت للموضوع هذا يحسب درجه حراره الجو، بيعطيني درجه حراره الجو طبعا من خلال ربطه ببرنامج اخر يا اخوان. يعني مثلا انا عندي موقع او ويب سايت مختص بحراره الجو، انا برب اسوي بوت معين، بربط البوت اللي عندي في السلاك بالموقع هذا، فبالحاله هاي البوت هذا اوتوماتيكلي راح يدخل على الموقع كل فتره، مثلا بحدد انه يعطيني حراره الجو خلال ساعتين كل يوم، مثلا خلال الساعتين مثلا او خلال ساعتين، كل ساعتين اوتوماتيكلي هو راح ينفذ للموقع هذا ويعطيني درجه حراره الجو اوتوماتيك. يعني انا حتفاجئ انه السلاك بعث لي رساله انه الان الحراره مثلا 48 درجه مئويه. فيعني هاي صراحه فيتشر رهيب جدا في السلاك. غير انه انت ممكن مثلا تعمل جدول لاعمالك من خلال السلاك. انا والله عندي الاسبوع هذا مثلا 20 ميتنج، حتحطها على المنبه، طب الجوال ضاع، انا مش قاعد معيش الجوال، تطلع لك على اللابتوب. فهو السلاك حيعطيك رساله على كل الاجهزه اللي انت بتستخدمه عليها انه انت مثلا عندك ميتنج اليوم الساعه كذا. ممكن انا بدي مثلا نوتس او مينتس اوف ميتنج، بيعطيني اياها. بدي ارسل دوكيومنت معين، بحطها على السلاك وبقول له ارسلها اليوم الفلاني مثلا. انا ما بدي ارسلها الان، بدي ارسلها بعد اسبوع، ممكن انسى. السلاك اوتوماتيكلي بعد اسبوع راح يرسلها للناس، الناس اللي بدي انا اللي بدي ارسلها لهم، مثلا خلينا نقول مدير الاقسام، فبعطيه انه انا بدي فلان وفلان وفلان من خلال فلاتر. طبعا في فلاتر في السلاك، انا بدي مثلا المانجرز، بدي الدوكيومنت هاي تروح بتاريخ مثلا 1 نوفمبر، اوتوماتيكلي يا اخوان السلاك راح يرسلها للناس هذول. فمش بس هيك، طبعا البوتس عالم كبير جدا، اي شيء بخطر على بالك ممكن تبرمجه. طبعا السلاك يا اخوان عشان نكون عارفين بس، بيدعم جميع لغات البرمجه، سي بلس بلس، بايثون، جافا سكريبت، بيدعم ابلكيشن ثانيه، بيعمل انتجريشن مع كل البرامج اللي انت بتتصورها. طبعا موضوع البوتس بيحتاج شخص عنده خلفيه في البرمجه يا اخوان، لانه لها طريقه معينه، وبتحتاج كمان كودات احيانا، تحتاج ربط مع برامج. في برامج مثلا زي برامج خلينا برامج الشات او برامج المراسلات، هي اوريدي فيها انتجريشن مع السلاك، فممكن انت تعملها بدون برمجه. يعني ممكن تختار فيتشرز معينه او اوبشن معين، بالحاله هاي هو حيربطك اوتوماتيكلي مع السلاك. يعني مثلا انا بدي ابعث لاصحابي كل واحد بتاريخ عيد ميلاده هابي بيرثدي، طب انا مثلا بنسى مثلا تاريخ ميلاد اخونا ابو ليث متى، انا مش عارف، اوريدي انا بحطه مره واحده في البوت هذا وبقول له مثلا في اليوم الفلاني ارسل لليوزر الفلاني هابي بيرثدي، اوتوماتيكلي هو راح يبعث لابو ليث كل سنه هابي بيرثدي. فتخيل انت قديش هذا البرنامج بيخدمك وبيعمل لك شغلات، يعني انت يعني صراحه انا بعتبرها فوق ما نتصور يا اخوان. طبعا احنا هون حطينا باختصار يا اخوان ايش الامور المطلوبه عشان اعمل بوت عندي او اعمل برنامج ذكاء صناعي. انا حطيت هنا مثال بسيط، انه مثلا انا بدي اعمل تكست معين يعالج لي شغله معينه. يعني انا بدي اكتب تكست مثلا، اعمل ريد، يعمل لي مثلا باك جراوند ريد للديسكتوب. فبالتالي بدي انا نظام ادخال، لوحه المفاتيح، الطابعه، كذا، مش الماسح الضوئي، اي وسيله ادخال ادخل عليها التكست هذا مثلا، اطبع كلمه رد. هلا البوت اللي راح ابرمجه راح يقرا هاي كلمه رد من حاجه اسمها سلاش كوماند، هلا حنيجي لها ان شاء الله. من سلاش كوماند هاي حيعطي انستراكشن للديسكتوب او للكمبيوتر او للجوال انه انت اعمل مثلا الباك جراوند تبعتك ريد كلر، فبالتالي حتلاقيها اوتوماتيكلي صارت ريد كلر. هذا على سبيل المثال، هذا ابسط برنامج، طبعا ابسط بوت ممكن تعمله. البوتس يا اخوان ممكن تعمل عليها اي شيء تتصور، ممكن تتحكم حتى بهاردوير فيها. ممكن انا اتحكم من خلال سلاك انه انا الساعه 10 في الليل تنزل درجه حراره المكيف لمثلا 20 درجه مئويه على سبيل المثال. فبعمل برنامج مثلا البي ام اس تبع اللي هو البيلدينج مانجمنت سيستم، بدخل على الابلكيشن تبعه بربطه مع السلاك، السلاك اوتوماتيكلي يا اخوان راح يتحكم في درجه الحراره.
شوف لوين انت عندك، ما صفى عندك برنامج بس للمراسلات، صفى عندك برنامج بتحكم في كل شيء. طبعا انا هو بتكلم عن السلاش كوماند، انت طبعا عشان تستدعي البوت اللي بدك اياه له اسم، كل بوت انت بتسميه مثلا اسم معين، وليكن مثلا خلنا نقول مثلا وذر، فبتروح انت على البوتس في السلاك، لما تنزل السلاك في خانه للبوتس بتحط عليها سلاش وبتكتب اسم البوت اللي بدك اياه، بيطلع لك البوت اللي بدك اياه. طبعا هاي الشاره الوجه اللي تحت يا اخوان هذا هو شعار البوت، وبتعطيه الانستراكشن اللي بدك اياه، اي انستراكشن بدك اياه حسب انت ايش مبرمجه، بدك ياخذ امر صوتي بياخذ، بدك اياه ياخذ امر بصري مثلا بالكاميرا بياخذ، بدك اياه ياخذ كوماند معينه بالكتابه بياخذ، اي شيء بدك اياه بصير. بس طبعا انت بدك تكون مبرمجه بالطريقه هاي، يعني ممكن انت بلغه البايثون، لغه البيزك، بلغه الجافا اللي بدك اياه، وفي برامج زي ما حكيت بتدعم الشغله هاي مباشره. طبعا عشان ما انسى السلاك نفسه في بوتس جاهزه بالذات للشات يا اخوان، يعني انت ممكن تستعمل بوتس جاهزه جوا السلاك تستخدمها زي ما بدك، في حال مثلا انت بدك تخلي مثلا غرفه الشات مثلا مختصره على 5 اشخاص، على 10 اشخاص، على 15 شخص معينين بحد ذاتهم، ممكن تعمل بوت هو اوتوماتيكلي يعطيك الفيتشر زي بدون ما تدخل وتعمل سيتنج كل مره، لا البوت لحاله بيعمل الشغله هاي. وزي ما ذكرنا يا اخوان قبل هيك السلاك ممكن يعمل انتجريشن مع 600 ابلكيشن مباشره في نفس الوقت، انت متخيل العدد المهول يعني 600 ابلكيشن في نفس الوقت. طبعا انا تكلمت عن الكاستم انتجريشن اللي هي برضو انك تربط السلاك مع برامج اخرى، زي ما حاطين امثله هون مثلا يتحكم في المكالمات، يتحكم مثلا حتى بكلمه سر الواي فاي احنا حاطينها، يعني ممكن تتحكم تغيير كلمه سر الواي فاي في المكتب من خلال السلاك. طبعا بيستعمل فيها حاجه بيسموها الاي بي اي بروتوكول، هذا بروتوكول موجود بلت ان في السلاك، والسلاك بيستخدمه عشان يتحكم في اي برنامج بدك اياه او اي ابلكيشن او حتى هاردوير. انا حطيت لكم هون مثال بسيط مع برنامج اتصالات، اللي بيحب يا اخوان ينزل البرنامجين عنده مثلا ويربط السلاك مع البرنامج هذا. طبعا الخطوات موجوده بالتفصيل، وهذا البوت اللي بتقدر تختار السلاك او البوت تبع السلاك اللي بدك اياه، لانه هذا بلت ان في البرنامج الزاب، ممكن تدخل وتعرف البوت اللي بدك اياه وتعرف انه هو حاطط طريقه مكالمات معينه، انه تحول التكست لرقم والرقم لتكست زي ما بدك، وعمليه فلتريشن للاسماء كلها موجوده هاي يا اخوان. بعد ما تنفذ البرنامج حتلاقي انه السلاك بدا يتحكم في كل شيء اوتوماتيكلي. هذا طبعا مثال، اللي بحب يرجع له بس ينزل السلاك ممكن يقدر يستخدم هذا المثال ويعمل اول بوت. طبعا انا حشير معاكم كمان موقع في النت، مواقع في النت فيها امثله للبوت ساي بلغه الجافا بلغه البايثون، ومثال بسيط انك انت كيف تصمم اول بوت لك في السلاك. هاي هي المواقع يا اخوان، ارجو من الجميع يدخل على المواقع هاي ويشوف ايش الموجود فيها، خاصه اخواننا اللي عندهم خبره في البرمجه، انا بتمنى استفيد منهم صراحه انه كيف نربط لغات البرمجه مع السلاك وكيف نستفيد من السلاك في الامور هاي. هيها موجوده كلها عندكم يا اخوان المواقع اللي بيحب يدخل عليها، وان شاء الله بنستفيد منها يعني. طبعا احنا زي ما حكينا انه هاي المحاضره مجرد بس تعريف بالسلاك، طبعا انا اضفت لكم يا اخوان كيف تنزل السلاك عندك، كيف تعرف الاكونت تبعك، كيف تحط الايميل ادرس تبعك في الشاشه الرئيسيه تبعت السلاك، كيف تبدا تستخدم الاكونت وكيف تفعل الاكونت، وكيف تبدا تفعل الناس اللي عندك وتضيف، وكيف تبعث انفيتيشن لينك على الواتساب او على مثلا خلينا نقول على الفيسبوك اللي بدك اياه، اي برنامج اجتماعي بدك اياه، او حتى من خلال تكست مسج كمان. هاي بالتفصيل ممل، اللي بحب يا اخوان يبدا في السلاك انا حاطط جميع الخطوات بشكل مفصل جدا، بشكل يعني ممتاز ومفصل وسهل جدا، بس ما عليك الا تتبع الخطوات هاي يا اخوان، انت بتكون عملت اكونت سلاك وبتعمل شانلز، وكيف تعمل هاي مثلا الشانلز بتسميها زي ما بدك، وبتدخل بتعملها برايفت بتعملها بابليك اللي بريحك، هاي كل شيء موجود. كيف تضيف منبر في الشانل هاي برضو يا اخوان موجود بالتفصيل الممل. البوتس هاي طبعا يا اخوان كيف تعمل سند، تعمل مثلا سند مسج، كيف تستقبل مسج، كيف تستغل البوت في المواضيع هاي، وطبعا كل الايموجي والستيكرز والمش عارف ايش هاي الموجوده في الواتساب، بالشغلات الفيتشرز الموجوده في الواتساب موجوده في السلاك، يعني ممكن تحط ستيكرز، تحط مثلا شغلات بتلمع، شغلات بتتحرك، فلاتر، كل هذا موجود في السلاك يا اخوان.
كيف تعمل دايركت مسج، كيف تعمل بابليك مسج بالتفصيل يا اخوان. هاي اللي بيدخل على الخطوات هاي حاجد انه صار ان شاء الله بنسبة 70% متقن للإسلام. كيف تعمل بن مسج ستار مسج اللي بدك اياه كله موجود. هاي طبعا احنا حطينا كيف تعمل شير لفايلز، كيف تضيف صورتك، كيف تفعل مثلا برامج معينة في الإسلام، كله انا حطيته هون اللي بيحب يستفيد منها يا اخوان. السيتنج تبع الاسلاك كيف تعمل مثلا، هاي كيف تخصص الشانل تبعتك تخليها برايفت مثلا، محطوطه الخطوات بالتفصيل، ما عليك الا ان تتبع الخطوات هاي يا اخوان. هاي طبعا السلايد هذا مهم جدا يا اخوان. هذا السلايد انا حطيت فيه انك كيف تعمل انتجريشن مثلا، مع مثال بسيط هو تعمل انتجريشن مع الجوجل كالندر، انك كيف تضيف هاي الكالندر على السلاك تستفيد من هاي، بدل ما تروح تفتح على موقع جوجل وتطلع الكالندر، لا انا حطيت لك كيف انت تستفيد من السلاك مباشره، دخل هاي الكالندر على السلاك والسلاك يعتمدها. طبعا الخطوات بالتفصيل يا اخوان اللي بحب يدخل موجوده بالتفصيل هاي الخطوات. بعد ما تخلص بتلاقي انه السلاك بدا يتحكم بالكالندر. هاي مثال اخر على برنامج تريلو اخواننا اللي بحبوا يستخدموا البرامج هاي موجوده. هذا برنامج على برنامج تريلو، انتجريشن مع برنامج تريلو بالتفصيل الممل يا اخوان. ما عليك الا تتبع الخطوات. بعدين اللي بيحاول يعمل خطوات هاي يا اخوان يا ريت يتراسل معنا وقلنا ايش صار معه، يعني هل نجح ما نجح في الموضوع هذا، يا ريت كل الجميع يجرب. يعني هذا طبعا خلينا نقول انه تطبيق عملي للمحاضره، احنا ما شرحنا بشكل مفصل، لكن انا بدي الجميع يدخل على السلايدات هاي ويتبع الخطوات ويعطينا ايش صار معه، يعطينا الفيدباك ايش صار معه بالضبط. طبعا احنا تكلمنا عن المسجز برضو، هاي كيف تبعث دايركت مسج لواحد بعينه ولا مجموعه بعينها، برضو هاي موجوده. عفوا يا اخوان، ايوه هاي السلاك ادمنستريشن. احنا تكلمنا في البدايه انه الادمنستريتر تبع السلاك هو اللي بيتحكم في كل شيء. الفيتشرز اللي مع الادمنستريتر غير عن الممبرز او الريستريكتد ممبرز او عن الجست، لا الادمنستريتر له ميزات اكثر يا اخوان. بيقدر يعمل كاستمايز لليوزر، يعني مثلا انا عندي واحد مهندس مثلا، كان مهندس وكان محطوط ريستريكتد، انا بدي اخليه مثلا ممبر عادي. الادمنستريتر بيقدر يدخل هون على الاوبشن ويظبط الستاتس تبعته ويخليه مثلا ممبر، فبعد ما الادمنستريتر يعطيه ابروفد هو بالتالي بيقدر يتراسل بالملفات، بيقدر يبعث، بيقدر يستقبل، بتصير معاه كامل الصلاحيات. فهاي طبعا الفيتشرز اللي بتكلم عنها اللي هي الكاستمايز ذا يوزر سيتنج، هاي موجوده بس للادمنستريتر. ممكن انت مثلا اللي هي المنيوز هي موجوده بالتفصيل، ايش الاشياء اللي ممكن الادمنستريتر يعملها موجوده هون، وطريقه اضافه اليوزرز او كذا هي موجوده بالتفصيل يا اخوان، يا ريت تشوفوها وتجربوها كلكم. طبعا هي بالتفصيل وسهله جدا يعني. طبعا هون هيو هو حدد دايركت مسج مثلا، هو عمل هون بالتقريبا انه بدي انا بس ابعث دايركت مسجز لهذا اليوزر، هذا اليوزر بس يبعث دايركت مسج ليوزر واحد، فاعطاه صلاحيه معينه بالحاله هاي الادمنستريتر. فارجو انكم تجربوها، يعني هي مشروحه بالتفصيل ومحطوطه بالتفصيل، ارجو انه الجميع يجربها يا اخوان. النوتيفيكيشن مثلا موجود، كيف تعمل نوتيفيكيشن على شغله معينه. مثلا انا ما بدي حد مثلا يزعجني بعد الساعه 10 في الليل، بعطي انا الستيتس تبعي سليب، فبالتالي اي واحد بيحاول يبعث لي مسج او مثلا يرن علي من السلاك ما راح يستقبل المكالمه او راح يعطيه رساله انه هذا الشخص سليب مثلا. فبرضه هاي من الاشياء الجميله جدا، بس طبعا النوتيفيكيشن الوحيد المتاح له هو الادمنستريتر، الوحيد اللي بيقدر يحط النوتيفيكيشن هو الادمنستريتر، لانها هي تحت الادمنستريتر يا اخوان. طبعا نفس اللي تكلمنا عليه بالاول، هاي الصلاحيات تبع الادمنستريتر يا اخوان بالتفصيل، هي حطيناها كلها. كيف تعمل مانج للممبرز اللي عندك، ممكن تتحكم فيهم، وزي ما تكلمنا اول في نظام للفلتره فيه، يعني ممكن انت مثلا انا بدي رساله مثلا ابعث رساله مثلا عنوانها خلينا نقول بد او مثلا تندر، بدي اياها تروح للناس اللي فئتهم مانجر فقط لا غير،
ما مش كل مره هعمل فلتر على المانجرز وابعث لهم، لا لا، بالسلاك انت بتعمل فلتر لمره واحده بس، وبتقول له انه اي رساله عنوانها مثلا تندر تروح لفئه المانجرز مباشره. بعد هيك بصير تبعث انت مثلا اي تندر او اي رساله عنوانها تندر تروح دايركت للمانجرز فقط لا غير، بدون ما ترجع كل مره تعمل تصفيه وتختار الناس، لا مره واحده بس. واذا بدك انت برضو تختار، تقدر تختار يعني، ممكن تزيد ناس تشيل ناس زي ما بدك. بس هاي ميزه موضوع الفلتر، انه فلتر بيكون دائم يعني، ممكن تعمل فلتر انا بدي ابعث مثلا خلينا نقول لمدير الشركه مثلا تقرير معين سيركولر مثلا بدي اياه يروح لرؤساء الاقسام فقط، خلاص بعمل فلتر مره واحده بسميه مثلا خلينا نقول سكشن هيد او مثلا ديبارتمنت مانجر، خلينا نقول سيركولر، هذا حيروح بس للديبارتمنت مانجر يا اخوان او لرئيس القسم فقط لا غير او رؤساء الاقسام. فبالتالي انت ممكن اذا انت حاب مثلا تختارهم اختيار، حاب تعملهم فلتر كل مره يكون مفعل، وممكن تعملها من خلال البوتس كمان يعني، مش بس من الفلتر، لا ممكن تعملها من خلال البوتس، فعندك خيارات متاحه بشكل مهول في السلاك. طبعا احنا تكلمنا عن البابليك لينك، هاي ميزه ممتازه جدا في السلاك. مثلا انا عندي شركه واخونا ابو ليف عنده شركه مثلا، طيب احنا بده يصير بيننا شراكه مثلا او بيننا مشروع مشترك، فبده يصير بيننا مراسلات، طيب هو عنده ايميل مستقل وانا ايميل مستقل، لا احنا بدنا مثلا الرسائل تكون مختلطه ما بيننا، بيني وبين ابو ليث مثلا كمانجرز مثلا او كمثلا كاونرز، فبروح بصمم حاجه اسمها بابليك لينك او بعمل بابليك لينك، بصير انا وابو ليث مربوطين مع بعض، هو ادمنستريتر على اللينك تبعه وانا ادمنستريتر على اللينك تبعي او على الورك سبيس تبعه والورك سبيس تبعي، لكن هو ايش؟ ابو ليث مثلا اصدر قرار وارسل سيركولر للمانجرز تبعينه، انا دارك لح القرار حيصلني، فممكن انا اربط اكثر من ورك سبيس مع بعض، ممكن انا اكون مثلا ادمنستريتر لاكثر من ورك سبيس، مثلا انا مدير لمجموعه شركات كلهم تحتي، فانا ممكن اعمل ورك سبيس خلينا نقول شركه الف، شركه باء، شركه جيم، كل الناس هاي مثلا تحتي انا، فانا بكون بينهم بابليك لينك. طبعا هم ما راح، هم لما يتراسلوا بينهم وبين بعض مثلا في شركه الف، المراسلات في شركه الف الناس اللي في الليفل الاقل من ادمنستريتر في الشركه بقى ما راح يشوفوا المراسلات هاي، انا الوحيد اللي راح اشوفها. فهاي ميزه البابليك لينك. او اذا انا بدي اعطيهم صلاحيات كادمنستريتر ممكن اعطيهم صلاحيات يشوفوا المراسلات كمان. فاللي بصير على الورك سبيس تبعي ممكن اطبقه على الورك سبيس تبعهم، خاصه اذا انا كنت ادمنستريتر على الجميع. لكن كشركه مستقله مثلا انا بدي اتخاطب مع ادمنستريتر ثاني، لا في الحاله هاي انا لازم اطلب منه اذن انه انا يعمل لي اكسس على التشانلز تبعته. ففي عندك كثير اوبشنز ممكن تخليك انت تستغل السلاك بشكل ممتاز جدا. طبعا انا ضفت لكم مثال عليها هون يا اخوان، اللي هو كيف تسوي البابليك، هاي البابليك شانل عفوا، هي موجوده هون هاي بالتفصيل يا اخوان، كيف تسوي البابليك شانل وكيف تستفيد من البابليك شانل هاي. فانا برضو كمان ممكن نعملها، نعمل ورك سبيس مستقل مثلا ونحاول نعمل بابليك شانل بالتفصيل، ونحاول مثلا نستدعي بعض ونشوف ايش الاكشن اللي راح يصير. طبعا اخر خطوه هو حاط لك اذا بدك تعمل ساين اوت من الورك سبيس موجود. طبعا انا ممكن كادمنستريتر اني امنع اي شخص يعمل ساين اوت، يعني هاي الصلاحيات انا برضو كادمنستريتر انا بعطيها، انا الوحيد اللي بقدر اعمل ساين اوت، لكن بقيه مثلا اليوزرز الموجودين ممكن انا امنعهم يعملوا ساين اوت. فهاي برضو شغله مميزه يعني، انه حد بده يغادر حدا كذا لا ما في، وإذا أنا بدي أعطيه الصلاحية بقدر أعطيه يغادر في أي وقت، لكن إذا بدي أمنعه بقدر أمنعه. طبعا هاي مش متاحة مثلا في الواتساب يا أخوان. لاحظت شغلة كمان مميزة في السلاك يا أخوان، إنه السلاك فيه سيرتيفيكيتس أو سيرتيفاي، سلاك سيرتيفاي، يعني ممكن أنت تدخل على مساقين، أنا حطيت الويب سايت اللي ممكن تدخل عليه وتاخذ شهادة معتمدة من السلاك كأدمن أو كديفلوبر أو مطور للسلاك. يعني انت ممكن تحضر المحاضره اللي حاطينها او التريننج كورس وتصير ديفلوبر، يعني ممكن انت تعمل تطوير على السلاك. السلاك يعني بيرحب في اي حد بيحب يعمل عليه تطوير او بيحب يضيف معلومات جديده او بيحب مثلا يضيف اشياء جديده مش موجوده، ممكن تاخذ السيرتيفيكيت هاي وتبدا انت تطور على السلاك، او انك انت مثلا تاخذ تصير كادمن، وبالتالي انت حتكون ملم بجميع الخصائص وجميع الخيارات الموجوده في السلاك. طبعا هي شهاده معتمده هاي، واللي بتكون معاهم بيكونوا مثلا كسيستم ادمنستريتر، يعني زي في النتوركس في شركات الشبكات او شركات اللي فيها نظام اي تي، هاي بتكافئها الشهاده تقريبا يا اخوان. طبعا احنا بالشكل هذا الحمد لله غطينا بشكل عام الاشياء الموجوده في السلاك،
تكلمنا بشكل عام عن فوائد الاسلاك والاشياء اللي احنا راح نستفيدها من الاسلاك يا اخوان. زي ما حكيت لكم انتم الان عندكم التطبيق العملي موجود في السلايدات. اللي بحب منكم يا اخواني نزل البرنامج الان نبدا نطبق الاشياء هاي مع بعض، او اللي بحب مثلا انه يستفيد من السلايدات هاي وشوف مميزات الاسلاك، يعني بصراحه انا انصح جميع الشركات انها تبدا تستخدم هذا البرنامج. صراحه برنامج ممتاز جدا، وزي ما انت شايف يعني حتى طريقه التعريف وطريقه انك تعمل يوزر ممتعه جدا، يعني بصراحه برنامج ممتع كانك تتعامل مع برنامج سلس جدا وسهل الاستخدام، وغير هيك انه موفر بشكل مهول ماديا، يعني ما بيستهلكك ماديا، وحتى النسخه الفري منه اعتقد انها زينا كافي جدا، يعني عندك برنامج بكل هالمواصفات وفري، فانت متخيل يعني. فان شاء الله انه الجميع يبدا يستخدمه والجميع ينزله عنده ونحاول نستخدمه مع بعض يا اخوان. ويعطيكم الف عافيه، لهون احنا وصلنا تقريبا للنهايه، واتمنى تكون ان شاء الله المحاضره مفيده جدا للجميع والجميع استفاد من مميزات الاسلاك، ونبدا نستخدمه اليوم يا اخوان رجاء، يعني اللي بيقدر يستخدمه وينزله عنده نبدا نستخدمه مع بعض، ونعمل محاضره ثانيه ان شاء الله بعد ما ننزله كلنا ونتبع الخطوات هاي، تكون نقاش عام انه احنا ايش اللي استفدناه من الاسلاك، ايش المميزات اللي لقيناها بالاسلاك، ويكون تطبيق عملي. ويعطيكم الف عافيه، المايك معك اخوي ابو ده. الله يعطيك العافيه مهندس يزن، الله يعطيك العافيه، ما قصرت. طول عمرك شباب. الان نفتح المجال للاسئله. المهندسين والمهندسات اللي بحب يسال بس يعمل ريز هاند. اها هاي في عندنا عبد العزيز، تفضل عبد العزيز. السلام عليكم، يعطيك العافيه باشمهندس. عليكم السلام، حياك الله عبد العزيز، الله يبارك فيك. محاضرة جميلة والله. بدي أسألك يعني شو على كيف نعمل انتجريشن بين الإيميل وبين البرنامج هذا؟ هل بقدر أرسل مسجات من الإيميل عليه هذا مباشرة أو من هون على الإيميل؟ نعم تقدر تعمل انتجريشن مع أي شيء بدك إياه، مش بس الإيميل الواتساب الزوم الدرايف أي شيء بتتبع، هو له طريقة معينة. أتوقع حتى السلاك مش بس هيك، السلاك أنت إيميلك اللي أنت بتستخدمه ممكن تستخدمه في السلاك حتى، يعني أنا مثلا ممكن تبعث لي رسالة من إيميلك تصلني كأنها من إيميلك وهي جاي من السلاك. أيوه هذا اللي أنا بقصده. نعم تقدر ما في أي مشكلة. بارك الله فيك. الله يحييك يا ميت، أهلا وسهلا. يمكن لو سوينا مجموعة يمكن تبين أيوة الفيتشرز أكثر. ابو ليث، هو شوف البرنامج هذا بيحتاج تطبيق عملي، يعني انا جربت الفيتشرز مش كلها طبعا، انت بتتذكر احنا الفتره اللي فاتت كنا نستخدمه مع بعض وشفت المكالمات والرسائل والصور وتبادلنا ملفات فيه، كان برنامج بصراحه مميز جدا، يعني كان فيه شغلات خياليه بصراحه. تمام. المهندس فارس، يا اهلا وسهلا. حياك الله ابو ليث، تفضل افتح المايك بس. مساء الخير، اسعد الله مساك. حياك الله، حيا الله ابو ليث، اهلا وسهلا فيك، الله يسلمك. عافيه باشمهندس على المحاضره، حقيقه محاضره قيمه، وعرفنا شيء جديد اول مره بنسمع في هذا التطبيق ما شاء الله. بس هنا باشمهندس يا ريت لو يعني اذا في المستقبل إذا البرنامج نازل عندك بس تعطينا على أرض الواقع كيف الانترفيس تبعه، كيف التعامل مع التول تبعونه، تعرف لما أبشر. أرض الواقع بصير سهل التعامل مع هذا. لا يهمك أبو ليث. أبو ليث أنا قبل المحاضرة كنت أتناقش مع أخونا المهندس رائد أبو ليث برضو إنه إحنا الشغلات هاي كلها راح ننزلها في الجروب بالتفصيل الممل، ماشي الحال، وراح أنزل لك اليوزر جايد اللي وصلني من سلاك نفسهم، يعني هذا اليوزر جايد واصلني من سلاك نفسه، عارف علي، وحنزل فيديوهات من اليوتيوب موجوده بشكل كبير جدا بالتفصيل الممل، واي شيء بدك اياه انا جاهز، ممكن حتى تتواصل مع رقمي الخاص ولا يهمك. تسلم، ما قصرت، بارك الله فيك. ممكن زي ما قلت ابو عارف نعمل جروب للي بالواتساب، للي معنا بجروب الواتساب ممكن ندخل كلنا بمجموعه سلاك ونبدا نستخدم الفيتشر تبعته. طبعا عندي فكره ابو ليث، اسمح لي طبعا. عندي فكره انه احنا ممكن نعمل هاي الامور كتاسكات، يعني انا مثلا يوم الجمعه في الليل اعطي تاسك انه يا اخوان بكره كلنا بنعمل برايفت مثلا شانل،
الجميع بدخل وبعمل برايفت شانل، وثاني يوم ندخل على الواتساب وبنتناقش في او حتى بندخل على السلاك نفسه وبنتناقش فيها. صح. طبعا استفسار، طبعا هذا احنا بامكاننا ننزله سواء على اللابتوب او على الموبايل، يعني بصير ننزله على اي جهاز بدك اياه اخوي ابو له، اي ممتاز. جهاز بخطر على بالك. ممتاز. نعم. بارك الله فيك، الله يبارك فيك. الله يسلمك. تسلم. تسلم يا ابو له. تسلم. الله يعافيك وطول عمرك. الله يعافيك. تسلم. مين كمان بحب يسال؟ مهندسين مهندسات تفضلوا، بس اعمل ريز هاند نفتح المايك. طبعا المحاضره مسجله راح ارسلها على الجروب مع الخبر ان شاء الله بنفس الجروب اللي تبعت. في اي سؤال شباب اخوات؟ ايوه عبد العزيز يلا تفضل. صراحه نزلت البرنامج وعملت ورك سبيس، فكنت بدي اسال يعني الان لما يكون اكثر من ورك سبيس هل في فيني ارسل بينهم بين بعض ولا بس مع الورك سبيس؟ نعم نفسه. نعم نعم، بابليك لينك اخوي عبد العزيز، بابليك لينك. في الحاله بدك تعرف البابليك لينك، طبعا في السلايدات موجود طريقه تعريفها وموجود كيف تعملها بالضبط. طيب الان انا اللي هو الادمنستريتر او الاونر هو بيسميني العضو الاول. نعم. بعدين كيف؟ نعم. يعني انا لاني حطيت ايميل للشركه وصار الورك سبيس على ايميل للشركه. بسيط ما في مشكله. تلقائيا بعد بيكون هم نورمال يوزرز. لا انت بتحدد بدك اياه مثلا شخص بصلاحيات كامله مثلا انه يستقبل ويرسل، بتعملوا زي هيك المنبر هذا. بدك اياه ريستريكتد، بدك اياه يستقبل بس بتقدر، بدك اياه يرسل بس بتقدر، زي ما بدك. ايوه ايوه ايوه. وشغله ثانيه اخوي عبد العزيز، انت عشان تخلي الناس تيجي عندك مثلا او تعمل، انت يا بتضيفهم اضافه من ايميلاتهم او من ارقام تلفوناتهم او بتبعت لهم لينك، ممكن تاخذ لينك شير. صحيح. لينك انت صحيح. تشيرها على الواتساب مع زي ما بدك على الايميل. نعم نعم نعم، انت السلاك يعني زي ما بقولها ارض خصبه، بتقدر تعمل فيها اللي بدك اياه. وشوف انا لي 3-4 شهور ترى البرنامج هذا بتعامل معه، ولازلت اعتبر في مرحله البيجنر، يعني تخيل لوين انا لازلت بيجنر فيه. في فيتشرز كثيره. نعم نعم، يعني برنامج بصراحه متكامل والكمال لله. مزبوط. سبحانه وتعالى طبعا. مزبوط. طيب اي سؤال ثاني الإخوة والأخوات تفضلوا، أي سؤال جاهزين تفضلوا، اللي عنده أي استفسار. طيب احنا على كل حال احنا يعني زي ما قلنا المحاضرة مسجلة راح ننزلها على جروب مع الخبر، وأيضا كمان راح يرسل المهندس يزن الجايد لاين تبعه والسلايدات ان شاء الله اليوم ان شاء الله، وروابط وروابط هامه ان شاء الله يعني مفيده لكم. الاخ ضياء هون خلي نشوف سؤاله، تفضل افتح المايك اخ ضياء. مزبوط. تفضل افتح المايك. عليكم السلام. هلا اخوي ضياء، حياك الله حبيبي. يعطيكم الف عافيه يا ربي، وحبيت اشكركم والله على المحاضره الجميله والمبادره الرائعه. الله يسعدك. صراحة محاضرة متكاملة، لا يوجد أسئلة، ولكن حبيت إني أشكركم جميعا يعني، ويسعدني مساءكم. بارك فيك أخوي. الله يسلمك. تسلم أبو حسن. تسلم حبيبي. الله يسعدك. الله يعطيك العافية. الله يسعدكم. الله يسلمك. أي سؤال ثاني جاهزين شباب مهندسين مهندسات تفضلوا. ابو عارف عندك اي شيء تحب تحكيه؟ ان شاء الله انا الان بس نسكر ان شاء الله ابو ليث، انا حضيف اليوزر جايد وحضيف السلايدات. على طول ان شاء الله موجوده عندي، وحخش على اليوتيوب انسخ اللينكات تبعت الفيديوهات، وممكن اذا حدا من الشباب حاب يتواصل معي اهلا وسهلا ما في مشكله. وبعد هيك احنا موجودين بالجروب ان شاء الله. احنا بالنسبه لباقي الشباب اللي مثلا بحب
نعطي مدة أسبوع أو أسبوعين مثلا الجميع يدخل ينزل البرنامج عنده ويتعلم عليه ويتبع الخطوات الموجودة في الجايد أو في السلايدات، هي نفسها طبعا أنا جايبها منه أصلا شايف علي، وبعد هيك نبدأ إحنا نستخدم هذا البرنامج مع بعض. ممتاز ممتاز إن شاء الله إن شاء الله. طيب إذا ما إذا إذا شباب والإخوة والأخوات إذا ما في سؤال معناته إحنا راح ننهي الآن. والله يعطيكم العافية. التسجيل تبع الفورم أبو ليث، فورم الشهادات الله يبارك فيه. آه تم تم الفورم الأمور تمام. كله كله الكل عبى الفورم، الكل عبى الفورم. فالله يعطيكم العافية وشكرا لكم على على حضوركم جميعا. وإن شاء الله بنشوفكم إن شاء الله في محاضرات قادمة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية وشكرا أبو عارف، شكرا مهندس يزن، شكرا للجميع.